محمد حسنين وزير هيكل الإعلام، وزير الإعلام اللي هو جوبلز عبد الناصر، حسب كلام شمس بدران في مذكراته يقول شمس بدران الراجل ده عن محمد حسنين هيكل قعد يزن على عبد الناصر، يزن 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 يعني يكرر عليه، يزن على عبد الناصر. بعدين غسيل الدماغ ترى عملية تنبني على التكرار. الراجل ده عن محمد حسين هيك قعد يزن على عبد الناصر ويقول له أنت معجزة العصر. الراجل صدق أنه معجزة العصر وبدأ بقى يلخبط معانا إحنا زملائه في مجلس قيادة الثورة، لذلك تطشرهم تطشر يعني.